افرح يا فلاح، افرح يا فلاح بيوم انتاجك. ده كان الفلاح قديما كان بيفرح بيوم انتاجه، ولكن دلوقتي افرح يا فلاح ولا ازعل يا فلاح. الفلاح زمان كان بيستنى يوم الحصاد، بالنسبة له كان يوم عيد، وكل مشاكله اللي بيمر بيها طول السنة بتنتهي في يوم الحصاد. يعني مكاسب داخلة، في فلوس داخلة بيته، جميع مشاكله محلولة. افرح يا فلاح بيوم إنتاجك، افرح يا فلاح بيوم عيدك. ده الفلاح قديما، الفلاح بتاع زمان. أما دلوقتي مش عارف أقول له إيه، ازعل يا فلاح ولا ابكي يا فلاح على اللي أنت شايفه من مشاكل ومتاعب ومعاناة بيمر بيها الفلاح. عشان كده الفلاح النهارده بيفكر في ايه؟ يفكر النهارده يقطع ارضه ويبيعها، ويقول لك الفلاحة هتجيب لي ايه؟ النهارده بنسمع حاجة قديمة جدا، وشايفين على الصورة، وانا تعمدت ان دي تنزل على الشاشة، العشر قروش بتوع زمان عليها صورة الفلاح، لعظم مكانته ولمكانته القوية في المجتمع. الفلاح اللي بدونه ما نقدرش نعيش. فين النهارده الفلاح؟ انا حابب بقى اعمل مقارنه ما بين فلاح زمان وفلاح النهارده. شوف يوسف شتا كان بينشد ويغني لفلاح زمان بايه، وتعالى النهارده تشوف الفلاح بتاع النهارده بيقول ايه. انا عاوزكم الساده المشاهدين تقارنوا، ما تروحوش بعيد وتخليكم معانا، عشان النهارده احنا بنتكلم على قضيه من أقوى القضايا ومن أهم القضايا. هنطلع دلوقتي نسمع أبيات شعر بيقولها راجل فلاح يشعر بالمعاناة، يشعر بالتعب، وهنرجع مرة تانية، فانتظروني. ويا دوب وصلت لحد البيت، رميت فاسي ورميت غلقي ومسكت كراستي وقلمي أكتب على جراحي وألمي، تعبان في حياتي وبتألم مجروح ومش قادر أتكلم. كار الفلاحة ده كار تعبان، تروح الغيط تروع عياه، تفحط مصارف وتعزك حشيش واخر السنه محصولها مفيش. مسكين يا فلاح يا مزارع، بتعدي عليك السنه جالع، لا جيت في مره لبست نضيف ولا عمرك مره كلت نضيف، والمش على قلبك والع. المش هو صديق عمرك، حاكم في نفسك وفي امرك، في عز البرد تروح الغيط وصاحب الملك نايم في البيت، تقلع وتنزل في الطينه وتقول يا رب قويني. انت صاح الفجريه وصاحب الملك جاي لك الظهريه، جاي كاوي الجلابيه وفرد على راس شمسيه، يقول لك حش المصارف حش الطرعه، ما يسيبلكش في الارض اكل ولا مرع، ولو خدت يوم نعجه لغيت يعمل لك فامر ولع. اخر السنه تلاقيه بيضحك كده وجاي عليك ما انت ما عليكش حاجه، يقول لك يلا نتحاسب، يجيب دفاتره واوراقه وكلامه يحلى واخلاقه، يقول لك انت خدت كمامه 1000 جنيه وخدت تجاوب 1000 جنيه وحارت ودراس 1000 جنيه، طب وانت يا مزارع فاضل لك ايه؟ يا خدت ملاليم يا ما خدتش، ولو فاضل لك شيله التيب يقول لك سيبها لنا دي ستيب، من بعد شيلك سباخ وتيب نتروح وشك زي جفاه، ومراتك قاعدة بتستناك بتقول لك فين اللي قبضته، عايزين نحاسب الجزار وبتاعت الفاكهة وبتاعت الخضار وبتاع الأنابيب، وقف لنا على الدار بخبط لنا بالليل وبالنهار، حملك تقول يا أبو الصغار زرعك يا ريتك ما زرعته، تمد إيدك في جيوبك ما تلاقي حاجة تطلعها، لا مجمد تلاقي ولا فكة ولا حتى سجارة تولعها، تقول لك اقعد بعيالك هاخد هدومي واسيبها لك، تسيبك وتطلع على أبوها الناس تقول روحوا هاتوها، تروح تصالح ودادي وتحبه على الراس وتراضي، تقول والله ما انا راجعاله، يغور في داهيه مع عياله، ده ميل بخت وميلني وغير المش موكلني، ومن شيل الميه مبهدلني، شفت فلانه مرات فلان كل يوم تلبس فستان وراجلها بيلمع وعنده حصان، وانا هدومي بقت غرباء شرب المر بست عيال، هو حلته حاجه فقير الحال، وده حياتك يا فلاح، عمرك ما شفتش يوم مرتاح، تتعب وتشقى ولا تلقاش، ضيعت عمرك كله بلاش، قبل الاوان شعرك حيشيب، تمسك عصايه ما تلقى حبيب، اسمع نصيحتي يا غلبان، شوف لك عماره في اي مكان، او حتى اجني لك شويه جديان، اسرع بيهم حولنا الغيطان، احسن من زرعك عند الاعيان، تاليف ابو عبد ورهام مروان من عزبه البحيره الشرقيه تبع الكنائس اللي هي بحيره هنا. وعليكم السلام يا عم عبده. عم عبده اللي قلبت المواجع وحكيت قصه الفلاح بكلمات جميله
ومتاعب الفلاح طرحتها علينا بكلمات يعني بسيطة، ولكن هي في الأصل مؤلمة. مقارنة بسيطة، شوف يوسف شتا كان بيقول إيه على فلاح زمان: افرح يا فلاح، افرح يا فلاح بيوم إنتاجك. كان الفلاح ينتظر يوم الإنتاج، يوم الحصاد، بالنسبة له هو عيد الفلاح. النهاردة الفلاح زي ما احنا شفنا الصورة دلوقتي، مشاكل، متاعب، معاناة، بيقول له افضل روح اشتغل بواب او شوف لك اي حاجة اسرح بيها، لان النهاردة الكار بتاع الزراعة النهاردة اصبح في فشل كبير جدا. ايه السبب؟ الفلاح بيتعب طول السنة وفي الاخر ما بيلاقيش اي مقابل. فدان بتأجر بكام؟ النهاردة الزرعة بكام؟ كيماوي بكام؟ تقاوي بكام؟ بيصرف كام؟ وعنده العمالة، لو ما عندوش ولد ولا حد بيساعده كمان في البيت، هيضطر النهاردة ان هو يلجأ للعمالة النهاردة، او يلجأ النهاردة للايد العاملة، وشوف هيدفع كام. انا ارجو من حضراتكم ان ارقامنا ظهر على الشاشة. واحد بيقول لك الحلقة اللي فاتت ما احنا كنا بنرن نتليه مغلق، لا المرة دي ان شاء الله باذن الله هتلاقي الدنيا تمام ومتواصلين معانا. لو اي حد حابب يشارك معانا وعنده من مشاكله او عاوز يتكلم في اي حاجة، الارقام موجودة حاليا على الشاشة. عايز اقول احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا اسمها الفلاح المصري، اللي وقع في الدين واللي وقع في المديونيات، وقع في مشاكل، والنهاردة بسبب عدم راحة الفلاح احنا النهاردة مش مرتاحين. لان الفلاح لو ارتاح، الفلاح النهاردة لو ارتاح كلنا هنرتاح. الفلاح النهاردة لو بقى يكسب من زرعته ومبسوط من انتاجه، مبسوط من زرعته، صدقوني الانبساط ده بيعود على المجتمع كله. ليه احنا النهاردة ما نسلطش الضوء على قضية الفلاح، ونبدأ النهاردة نشوف ايه المتطلبات اللي عاوزها الفلاح عشان ننهض النهاردة بالزراعة المصرية. فلاح معاناة كبيرة جدا ومشقة كبيرة جدا بيعانيها الفلاح. احنا معانا تقرير بنتكلم فيه وناس بتحكي عن مشاكلها وعن الوجائع الحقيقية اللي بيشعر بيها الفلاح على أرض الواقع. الفلاح اللي بيزرع وطول السنة تعبان في الغيط، في الشمس، في عز الشتاء، في عز البرد، موجود في الغيط، وإيه النتيجة في الآخر؟ الحصاد، المكسب، النتيجة صفر. تعب، معاناة، مشقة، ديون، مشاكل كتير، أمراض كتير، متاعب كتير بيعاني منها الفلاح. حابب أخوكم واطلع لتقرير علشان نشوف معاناة الفلاح على أرض الواقع. كونوا معنا وانتظروني. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما سمعنا التقرير دوت، وسمعنا المعاناة اللي بيعانيها الفلاح. أظن الأمر واضح دلوقتي وكل حاجة واضحة. الفلاح النهاردة، شوف النهاردة الأرض بيأجرها بكام، يعني بيأجر النهاردة الأرض بكام، وشوف النهاردة بيشتري الزرع النهاردة والدنيا بكام، والنهاردة المتاعب اللي هو بيشوفها النهاردة في حياته متاعب شديدة جدا وكتيرة جدا، وفي الآخر الحصاد والنتيجة مفيش نتيجة، مفيش أي حاجة خالص بنقدر احنا النهاردة نتعايش النهاردة مع حياة الفلاح. بقت صعبة، حياة الفلاح بقت صعبة جدا باللي احنا شايفينه دوت. أنا حابب يعني أطلع لفاصل وارجع لكم تاني نستقبل المكالمات التليفونية، فانتظرونا. المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية، واحنا الآن نستقبل إن شاء الله المكالمات التليفونية، ويا ريت الناس تشاركنا في القضية المهمة ديت، قضية الفلاح قضية مهمة جدا. يا ريت النهاردة يعني أنا عارف إن في ناس بتقول لك إحنا عملنا مداخلات، عارف إن في بس عطل شوية، وإحنا يعني الحمد لله الدنيا تمام دلوقتي وفي انتظار مكالماتكم.
سمعنا التقرير، أكيد التقرير دوت عشنا فيه وجيعة الفلاح وتعب الفلاح وقد إيه الفلاح بيعاني النهارده. طيب معانا النهارده الأستاذ محمد، الأستاذ محمد أبو العمايم من القاهرة. ازيك يا أستاذ محمد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، ازي حضرتك؟ والله العظيم أنت راجل محترم، الله يخليك يا أستاذ محمد. فريق الإعداد بتاعك محترم جدا، لأن أنت جبت الشخصية اللي تستحق إن تتحط فوق الراس. شايف يا أستاذ محمد في معاناة الفلاح المصري، المعاناة القوية في ظل الديون وفي نهاية الحصاد، النتيجة صفر. هو الله يعين كل فلاح، دي واحد. اتنين، اشكر كل واحده مرات فلاح. تمام تمام، بس في برضو زي ما هو بيعاني، زي ما هو ليه حقوق للشعب، الحقوق ان ابنه بيطلع يركب توك توك في القاهره، يطلع اسكندريه يركب توك توك. معلش انا اسف ان انا بقول حاجه زي دي، لا لا ما. زي ما الاخ عبده قال روح اقف على عماره، وانا لا، انا مش لاقي اكل. يعني الغلا دوت من ايه؟ ما هو بسبب كده. استاذ محمد انا حابب اشكر مداخله حضرتك، وقد ايه النهارده احنا قضيه الفلاح اخواننا قضيه مهمه، وعاوزين النهارده نسمع يعني منكم مداخلات كتير عشان نبدا نعيش مع بعض. بشكر الاستاذ محمد ابو العمايم على دخوله ومشاركته معانا في الحلقه. قضيه الفلاح يا اخوانا قضيه مش سهله، قضيه كبيره جدا جدا جدا. النهارده لو اهتمينا بالزراعه والانتاج الزراعي واهتمينا بالفلاح وبقضيه الفلاح واهتمينا النهارده نقف ونسانده. النهارده الفلاح مش هيدور على شغلانة تانية، مش هيقطع في أرضه. أرقامنا معاكم على الشاشة وبنستقبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سيد، زي الصحة؟ الله يخليك يا حاج، الله يخليك، الله يكرمك. النهاردة أنت بتسمع النهاردة معاناة الفلاح والظروف اللي بيمر بها الفلاح، تقول إيه النهاردة؟ الفلاح تعبان عندنا النهاردة، الفلاح تعبان. تمام. يجي اخر السنه ما فيش خالص انتاج، بيكسب كام والدنيا خربانه هنا. حضرتك من هنا يا استاذ سيد؟ انا من البرازيل يا باشا. يعني من بلد يا استاذ سيد، شرفت بيك. الله يخليك. من بلد، انا من البرازيل يا استاذ سيد، ربنا يديك الصحه. الله يخليك يا حاج، الله يخليك. دلوقتي اللي انا عايزه اسمعه منك، النهارده الفلاح بيروح ياجر فدان الارض ب 15000 و17000، ده لو ما كانش مالك، لو مستاجر. انت شايف بعد الدفع السنوي دوت والاجره بتاعته والعماله، لو ما عندوش حد من ولاده بيساعده، هل النهارده بيطلع اخر السنه كسبان؟ هو هيكسب منين؟ هو لما قبل ما بيجي اخر السنه بيكون شرب الكوته وشرب الحمضه اللي عليه وعلى اللي جايبينه بدري، ما بيلحقش حتى يطلع اي نبحه، ما بيلحقش يطلع اي حاجه خالص الفلاح. انا بشكرك، انا بشكرك وبشكر مداخلتك ديت، ويعني انت اللفظ طلع منك عفويا، بس ولكن دوت من المرار اللي احنا بنشوفه ومن المتاعب اللي احنا بنشوفها، هو دوت اللي عامل معانا كده الفلاح. يعني ضروري جدا يا اخوان، الفلاح ده اهم حاجة في حياتنا، ده لولا الفلاح مش هنشوف اي حاجة خالص، ولا هنرتاح ولا نشوف اي حاجة في حياتنا فيها راحة. يا ريت المكالمات، واحنا في انتظار مكالماتكو. معانا حد تاني يا فندم؟ معانا دلوقتي مكالمة. الأستاذ أيمن عيد، محاسب بمحل بيع المبيدات وكده. أستاذ أيمن، زي الصحة؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ عامل ايه يا أستاذ أيمن، ايه الأخبار؟ والله كله تمام الحمد لله. النهاردة وأنت في سوق المبيدات وبتبيع، والنهاردة شايف ايه الفلاح، وأنت أكتر واحد يعتبر يا باشمهندس أيمن بتتعايش مع الفلاح النهارده في معاناته، شايف ايه وايه قصه الفلاح والدنيا ماشيه ازاي عندنا؟ والله انا برحب بحضرتك الاول. الله يخليك. والله يا دكتور رزق، انت فتحت مشوار كبير 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 جدا، كان لازم يتفتح من زمان. تمام. معاناه الفلاح النهارده بتنقسم لكذا جزء.
اول حاجه النهارده الفلاح اللي ما عندوش ارض او اي حاجه بيطلع يستاجر ارض من بره. ايجار الفدان النهارده بيتراوح من 12 ل 15 الف جنيه فدان. تعالى النهارده مثلا نحسب النهارده عشان يحرث ويسبخ ويزرع عايز له من 7 ل 8000 جنيه سباخ وحرث وتقاوي وشتلات. النهارده تعالى مثلا نحسب بالنسبه للري والتسميد، تعالى النهارده مثلا نخش تسميد الفدان بيتراوح مثلا من 5 ل 6 في التسميد. على العماله النهارده مثلا نحسب العماله بتتراوح العامل مثلا بياخد له النهارده من 100 ل 120 جنيه في اليوم. لما نتكلم النهارده على العماله انا مثلا حاجه اخر السنه لو معايا فدانين ثلاثه جايب لي مثلا من 70 ل 80 عامل، يعني بحوالي 7 8000 جنيه و10000 جنيه. لما اجي احصد ايجار زرع الفدان او الثلاث فدادين اخر السنه ما بيضاهيش المصاريف اللي انا صرفتها. تمام. فانا النهارده احنا مثلا بنناشد المسؤولين بان هم النهارده يبداوا يدعموا الفلاح، الفلاح النهارده لو وقف حال الدوله وقف. النهارده انا هاكل منين؟ مثلا عندك خضار بينزل السوق، عندك طماطم فلفل بتنجان كزبره خضار الحاجات دي كلها، لو الفلاح عطل النهارده هجيب منين الحاجات ديت عشان اكلها؟ فانا النهارده بنشد المسؤولين نزل الدعم في الكيماوي. يعني النهارده طهر الترع بتاع الميه طهرها، النهارده وصل لهم ميه. النهارده مثلا الواحد يجي يروح يجيب صفائح الجاز بالشيء الفلاني عشان يروي بياخد له ساعه ساعتين ثلاثه اربعه ما بيقضيش الفدان ري. يبقى انا النهارده لما اساهم تدعيم الفلاح بس. فانا احب اشكر، انا حابب اشكر مداخلتك وانت اكتر واحد عشان طبعا انت في مهندس وشغال وشايف الدنيا عامله ازاي مع الفلاح والمعاناه اللي بيمر بيها الفلاح، معاناه صعبه جدا جدا، وانا شايف ان هو ملف مهم جدا. في انتظار تليفوناتكم عشان نعيش مع بعض ونتعايش في القضيه ديت ونشوف النهارده المتاعب والناس اللي عندها مشاكل كتير جدا. وفعلا الله يكون في عونك يا فلاح، الله يكون في عون الفلاح من المتاعب اللي بيمر بيها. تسليط الضوء على القضيه مش معناها ان احنا بنسلط على سلبيه او ان احنا بنظهر سلبيه للمجتمع، لا، ده معاناه حقيقيه بيشعر بيها الفلاح المصري، بيشعر ان هو بعد تعبه بعد معاناته بعد شغله طول السنه. النهارده انت ما تشوف الفلاح النهارده ما تروح الغيط في عز الشمس وقاعد النهارده عشان يزرع، في عز البرد وهو موجود في الغيط بيزرع، كل ده ليه؟ عشان يطلع في الاخر الحصاد يطلع بمكسب، المكسب دوت يقدر يصرف على اولاده، لان الفلاح عنده اولاد في مدارس، عنده اولاد بيتعلموا، عنده مصاريف، عنده ملتزمات في حياته، عنده زوجه في البيت، عنده حياه في البيت، فاكيد هيكسب منين غير من الزرعه بتاعته. فبيستنى وموسم الحصاد بتاعه او وقت الحصاد بتاعه علشان يطلع بقرشين مكسب يقدر يستمر في الحياة ومتاعب الحياة. في انتظار تليفوناتكم يا ريت تشاركونا عشان نسمع مع بعض ونعيش مع بعض حياة الفلاح اللي أنا حابب النهاردة بسلط الضوء عليها وبقوة. وحاول أوجه رسالة، معانا حاليا دلوقتي اتصال الأستاذ محمود. أستاذ محمود زي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا باشا؟ ازيك يا استاذ محمود، صحتك عامله ايه؟ الحمد لله. والله انا بنشكر سعادتك على البرنامج العظيم ده. لا، منين يا استاذ محمود؟ انا من ابو سوير تبع محافظه الاسماعيليه. حضرتك ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله، حياتنا للاسماعيليه كلهم. شايف ايه في معاناه الفلاح المصري النهارده، المعاناه اللي بيعانيها في ظل الظروف اللي بيمر بيها الفلاح بعد تعب سنه كامله او موسم كامل والنتيجه زي ما احنا شايفين؟ والله احترام لسعادتك، الفلاح عايش يعني تعبان جدا. بالنسبه للكيماوي غالي، وبالنسبه للادويه بتاعت الرش غاليه، وبالنسبه لحضرتك الايجار غالي، واخد بال حضرتك؟ ده كله عامل على الفلاح. تمام. انت حضرتك فلاح اصلا ولا استاذ محمد ولا؟ انا حضرتك فلاح. فلاح يعني عبد على الجد. طيب فلاح مالك لارض ولا مستاجر؟ لا، مستأجر. مستأجر. بتدفع كام في السنة؟ أنا بدفع في السنة يعني توصل بالإيجار بالكهرباء بتاعتها بكل حاجة عشان أنا أدور وظيفة مية.
بتوصل لي بتاع 14 15000 جنيه 15000 جنيه مبلغ اه كبير جدا في ظل الايام اه ديت. المبلغ اه تخيل بقى حضرتك المبلغ ده وضيف عليه كمان لو انا هزرع الفدان ده غله. تمام. طيب لو حبيت ماشي اسالك سؤال بصراحه، اتفضل الفلاح حضرتك. زمان انت سمعت يوسف شيطة وهو بينشد للفلاح افرح يا فلاح، يوسف واكيد انت معانا من اول الحلقه. يا يوسف الشتا ده كان بيفرحنا اه كنا بنفرح افرح يا بيه. فلاح بيوم حصادك بيوم اه انتاجك، وسمعت عم عبده وهو بيقول لابيات الشاعر ان الفلاح بيمر بمعاناه وتعب، ايه الفرق ما طبعا بين الفلاح المصري القديم والفلاح المصري الحالي؟ لا الفلاح المصري القديم لحضرتك كان عايش يعني يعتبر في رخاء تمام واخد بال حضرتك يعني ايه اي حاجه كانت ترضيه تمام لان كانت برضه ايه كانت الكيماوي كان رخيص وكان الايجار رخيص وكان الدنيا حلوه واخد بال حضرتك وكان الناس بتروح وتيجي يعني بعد ما يخلص شغلها واخد بالك بيقعدوا كده ويسهروا مع بعض بيبقوا مبسوطين بالعمل اللي عملوه طول النهار. طيب حابب اسالك سؤال اخير قبل ما اختم مع حضرتك. اتفضل حضرتك. بعد نهايه الحصاد كسبان ولا خسران؟ لا خسران طبعا. ربنا يكون معاك، بشكرك على مداخلتك، واكيد هي دي اللي بنسمعه بنسمع. الراجل النهارده فلاح بيقول لك انا النهارده خسران. طب بالله عليك انت شوف، لو انت شغال في شركه وتعبان وعمال تشيل وتشيل على كتفك وتعبان وفي اخر الشهر ما بتقبضش، بل ممكن كمان تحط من جيبك. يعني في كده في الدنيا؟ احنا في انتظار برضو مكالماتكم واحنا معاكم، وعايزين نسمع النهارده ارائكم اراء الساده المشاهدين، لان احنا سلطنا الضوء النهارده على قضيه مهمه جدا، قضيه الفلاح المصري وقد ايه بيعاني، قد ايه بيعاني الفلاح وقد ايه المشقه اللي بيشوفها والمتاعب اللي بيشوفها. ارجو ان احنا نتواصل مع بعض ونكون مع بعض، ارقامنا موجوده على الشاشه، هتتصل هنرد عليك هنسمع رايك بصراحه، نعيش مع بعض نشوف النهارده ازاي الفلاح بيعاني. كمان الفلاح النهارده بيعاني بيمر بمرحله ديون، يعني عنده النهارده ديون، ما هو النهارده هو بيتعب طول السنه وبيشتغل طول السنه والرصيد النهارده ما بيكفيش. والله انا سمعت كمان من بعض المزارعين بيقول لك احيانا كمان ان احنا بنخسر خسائر كبيره جدا. استاذ محمد عبد السلام معايا؟ الو. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا دكتور. الله عامل ايه؟ منين حضرتك يا فندم؟ انا من بحر البار شرقية يا فندم. من الشرقية؟ بحر البار شرقية. اه تحياتنا لأهل الشرقية كلهم يا فندم. الله يبارك لك يا دكتور، الله يبارك لك، وبحييك على برنامج الجميل والله. الله يخليك، عايز اسمع النهارده بعد ما سلطنا الضوء على الفلاح القديم والفلاح الحديث حاليا، ايه الفرق تمام اللي انت شايفه ما بينهم؟ ويوسف شتا بيقول افرح يا فلاح بيوم زرعك وبيوم انتاجك، افرح يا فلاح، الفلاح اللي كان بيستنى لو عنده بنت هيجوزها بيستنى بعد يوم الانتاج، لو عنده ابنه هيجوزه بيستنى بعد يوم الحصاد، لو عاوز يحج او عاوز يعتمر او عاوز يعمل حاجه ببيته، شايف ايه الفلاح النهارده؟ انا شايف يا دكتور اقسم بالله ان الفلاح في الفتره الحاليه معدوم. تمام. في الفتره الحاليه معدوم معدوم معدوم. انا فلاح يا فندم من الشرقيه من بحر البجر، يعني انا بشوف قدامي في حياه، يعني انا بستغرب يعني لما هي الرز النهارده بكام، الفلاح معدوم، الكيماوي بكام والرز بكام، الجاز بكام، والميه اللي بتمشي في الترعه وبتيجي لنا دي بتوصل لنا بفلوس، عمال ما توصل عندي وادور مكاناتي واسقي الزرع بتوصل بفلوس يا فندم. حضرتك مالك ولا مستاجر يا فندم؟ انا مستاجر ومالك. مستاجر ومالك، يعني عندي يعني مزود ارض يعني شويه عشان الزرع وكده. عندي فدان يا فندم ملك، اه بس الفدان مش مكفيني ولا مكفي عيالي، بضطر ان انا اتاجر تاني. تستاجر ارض جنب منك بحيث ان شويه يعني تغطي شويه الدنيا وتمشي معاك. تغطي معايا مصاريف بيتي، ولو عندي بنت عايز اجوزها زي ما حضرتك قلت، لو عندي ولد عايز اجوزه زي ما حضرتك قلت، مش عاد فيه خالص زي الاول. في شغلانه تانية غير الفلاحه يعني شغال موظف في الصبح او اي حاجه؟ لا يا فندم انا فلاح بطاطي عامل زراعي. تمام. النهارده المستاجر بتدفع كام في السنة؟ المستأجر يا فندم هنا في الأرض الرملية الفدان دلوقتي بعمل 4500 و5000 في أرض رملية. بحر البقر ده في الشرقية عندكم في الشرقية؟ دي الأرض الرملية 4500، ده الأرض اللي هي الري الحديث. تمام. تمام. الأرض اللي هي الطينية اللي هي الطامية الأرض الطينة في 6000 و7000 للفدان. تمام.
طب الفدان هيجيب ايه معايا لما اجيب له كيماوي واجيب له جاز واجيب وادفع ايجاره ده انت عندكم، ده انت عندكم الايجار رخيص، ده احنا عندنا 15 و17 ارقام عاليه ماشي شويه. يا فندم، ما هنا جوده الارض نفسها برضو محدوده، يعني في تمام. اراضي ما بتجيبش زراعه. طيب لو جوده حبيت الارض اسالك في سؤال، عندنا اراضي، في لو عندنا حبيت اراضي اسالك ناحيه معايا يا فندم، لو الحسينيه. حبيت اسالك سؤال، اتفضل عندك يا فندم. عندك اولاد في مدارس او كليات او كده؟ تمام يا فندم، كلهم مدارس. كلهم مدارس. انت شايف بعد تعبك ووقوفك في الشقه، انا صراحه اقول لك على حاجه، انا النهارده بقول ايه، هو مين النهارده اللي بيحمي الوطن؟ كلنا بنحمي الوطن وعلى راسنا تمام الفلاح. الفلاح تمام النهارده لو بطل زرع مش هنلاقي ناكل، مش هنلاقي ناكل يا فندم صح؟ والله. هل النهارده بعد تعبك ووقوفك في الشمس طول النهار وفي عز الشتاء موجود في الغيط، شايف النهارده نتيجه الحصاد ايه؟ نتيجة الحصاد يا فندم إن هي الزرعة يا تخسر يا تلم بعضيها. يعني هي يا تخسر يا تحسب آخر السنة إن هي يا دوبها جابت بعضيها، بس ما فيش حاجة إن أنا ممكن أجيب منها أزود منها فلوس يعني، لا لا، ما فيش من 3 4 سنين ما فيش الكلام ده. لو حبيت توجه رسالة للسادة المسؤولين تقول لهم ايه؟ قال لهم يا فندم حسوا بالفلاح شوية، نظرة للفلاحين شوية. حابب اختم نظرة معاك، للفلاحين. حابب اختم معاك مكالمتك بنظرة للفلاح وحس بالفلاح. الفلاح المصري محتاج اللي يحس بيه شوية. الفلاح يا اخوانا، الفلاح ثم الفلاح ثم الفلاح، ولولا الفلاح ما حد فينا يرتاح، مش هنلاقوا اللقمة. اللقمة ديت اللي احنا بناكلها جاية من ايد وتعب وشقى وناس قاعدة في الشمس، فأكيد بعد تعبه عاوز اخر الحصاد يلاقي مكسب. ارقامنا موجوده على الشاشه ومنتظرين مشاركتكم، نسمع منكم، نحكي مع بعض، نسمع وجع بعض. احنا دلوقتي مسلطين الضوء على قضيه مهمه جدا جدا، وهي قضيه الفلاح المصري. حابب لو فريق الاعداد يقدر، طيب الاستاذ محمد من البحيره، وحابب بعد اتصال الاستاذ محمد من البحيره لو يقدر يجيب لنا عم عبده تاني صراحه، اللي عمال يقلب علينا المواجع عم عبده عشان نخش مشاركات. استاذ محمد زي حضرتك، ازيك يا باشا؟ كل سنه حضرتك طيب. مساء السلامه يا عم الحاج، اخبار حضرتك ايه وعامل ايه؟ والله انا بنشكر حضرتك وبنشكر القناه وبنشكر البرنامج الجميل بتاع حضرتك دوت. منين في البحيره بالظبط يا حاج محمد؟ دمنهور يا باشا. من دمنهور. تحياتنا لاهل دمنهور واهل البحيره كلهم. الله يسترها معاك. شايف ايه؟ شايف الفلاح المصري فين؟ والله الفلاح المصري في الارض. واحنا طبعا ما عندناش كلام نقوله. احنا على قد ما بنقدر النهارده، احنا عاوزين اللي يسمعنا، والنهارده احنا على الهوا والعالم كله بيسمعنا والساده المسؤولين بيسمعونا. شايف احنا ايه عايزين الفرق؟ المسؤولين اللي يسمعونا يا فندم. شايف ايه الفرق بين الفلاح المصري قديما والفلاح المصري حاليا؟ الفلاح المصري حاليا طبعا كل حاجه بقت معاناه بالنسبه للفلاح المصري حاليا. يعني حتى السلع اللي بيطلعها حضرتك من الارض اللي بيفضل طول السنه شجعان عليها بيجي يبيعها حتى ما بيعرفش ياخد ثمنها من التاجر نفسه، بيجي ياخدها ويقول له معلش انا اسف عشان انا ما معيش فلوس. تمام. تمام. فاحنا مش احنا عايزين الفلاح المصري ده يا فندم يندعم، لان هو كل حاجه في مصر. ولولا الفلاح المصري حضرتك ما كنتش قعدت على المكتب اللي حضرتك قاعد عليه النهارده ده. ما كانش زماني عايش. تمام. تمام. فاحنا عايزين الفلاح المصري، عايزين الفلاح المصري يحس ان هو عايش، لان هو طبعا اهم حاجه في البلد، هو اللي بياكل الشعب ده. هو اللي بينتج. تمام. طيب لو حابب اسال احنا حضرتك عايزين سؤال، الفلاح المصري يرتاح. حضرتك مستاجر ولا مالك؟ انا والله مستاجر. مستاجر. انا مستاجر والله. بتدفع كام في السنه؟ يعني بندفع للفدان 15,000 جنيه. 15,000 جنيه. شايف بعد ال 15,000 جنيه دول وتعبك ووقوفك في الشمس 15,000 جنيه حضرتك يا فندم، انا السنه اللي فاتت طلع بخساره قد ال 15,000 جنيه مرتين ثلاثه، بس انا هنعمل ايه؟ مفيش، انا في راجل فلاح ما بنعرفش نعمل اي حاجه غير ان انا فلاح، اسرح من الصبح اجي من الليل، مفيش اي حاجه، مفيش قدام مني غير الفلاح، هنعمل ايه؟ وبرضه بنجيب عمال معايا يشتغلوا. طب حابب اسال حضرتك سؤال يا حاج محمد، الخساره بتيجي منين وازاي؟ الخساره حضرتك يعني انا النهارده بنروح انت حضرتك بتقولي انا خسرت السنه اللي فاتت، الخساره جت ازاي؟ يعني بنروح الجمعيه حضرتك عايز كيماوي يديني شكاره الكيماوي للفدان، طب انا شكاره الكيماوي هتكفيني الفدان؟ شكارتين الكيماوي يكفوني الفدان، عايز اجيب كمان ثلاثه اربعه
من السوق الحر من بره. الشكارة عاملة كام دلوقتي يا حاج محمد؟ الشكارة ب 250 جنيه. تمام، ب 250 جنيه بره. طب ليه ما تدعمنيش؟ ليه؟ ما انا عايز ارتاح عشان خاطر اريحك، عشان اوفر لك السلع اللي حضرتك بتاكلها، عشان اوفر لك الكيلو الفاكهه اللي حضرتك بتنزل الشغاله والبواب تقول له روح هات لي فاكهه من السوق وتدي له 200 300 جنيه، روح اجيب لك بهم 2 كيلو فاكهه. انا عايز ادي لك 10 كيلو، ادعمني عشان ادي لك 10 كيلو، بدل ما تدي له 100 جنيه روح يجيب 2 كيلو، ادي له خد لك 10 كيلو. حاج محمد ده حابب اسالك سؤال، فلاح زمان كسبان ولا خسران؟ فلاح زمان كسبان. وفلاح دلوقتي خسران ولا كسبان؟ خسران. بشكر حضرتك يا حاج محمد على مداخلتك، وحابب ان انا النهارده احنا اخواننا بنسمع بعض. يعني النهارده الحاج محمد قال كلمه قويه، قال لك فين المسؤول اللي يسمعنا؟ ما اخواننا الواحد بيبقى عنده هموم، احيانا بيبقى محتاج اللي يسمعه، بيبقى محتاج اللي يسمعه. النهارده احنا سلطنا الضوء على قضيه مهمه جدا، قضيه الفلاح المصري، فلاح ومعاناة الفلاح وتعب الفلاح والمشقة اللي بيقابلها الفلاح المصري. قد ايه الفلاح النهارده؟ سمعنا الحاج محمد من البحيرة، سمعنا الشرقية، سمعنا البراجيل، سمعنا المحافظات. انا ما سمعتش لحد دلوقتي في مكالمة، وعاوز اقول لكم احنا معانا مكالمات كتيرة جدا من كل المحافظات، انا ما سمعتش فلاح واحد اتصل قال انا مرتاح. يعني يا ريت محافظة عن محافظة في فلاح فيها مبسوط عن التاني. فين السادة المسؤولين؟ مين المسؤول؟ أنا حابب قبل ما أختم حلقتي وقبل ما أنهي الحلقة، الفلاح ثم الفلاح ثم الفلاح، وهختم الحلقة بسؤال واحد. الفلاح تعبان، الفلاح بيمر بظروف وحشة وبيمر بمعاناة، لما أحب يخاطب في حد في مصر يخاطب مين؟ شكرا، فانتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.